صباح القشطة. صباح النور. صباح العسل. روحي بس سؤال، يعني انت نحتوكي نحت يعني؟ يا بيبي تخجلني هيك؟ والله كثير حلوة انت. فكرة عم تحكني ايزي. جاي تترزق. ايه. يا رب. ان شاء الله يا رب، الله يطعمنا. شو المشاريع؟ كالعادة بدي اروح الشغل وارجع على البيت. بس غدا عنا والبيت نظيف. يعني ما بعرف، يا بضلني قاعدة يا بطلع على الشجارة. انت شو مشاريعك؟ ما في حبيبتي، بجوز روح افطر باسبانيا، اتغدى بلندن، بجوزها يعني اذا ما تاخرت اطلع اتعشى بدبي، هيك يعني. شو بده يكون عندي لك روحي؟ كان عزو صفقني. لكن انا رح اقوم البس وروح على الشغل، اتاخرت. خلينا نشرب لنا شفتين بس مع بعض، خلينا بس هيك اتصبح بهالصباح الحلو. يا عمري. الو، اهلان اهلان بنجمتنا، اهلين بست الكل، يا اهلا وسهلا. امريني. ايه من عيوني ولو اكيد مدام، انا رح غطي المهرجان وغطي كل النجوم المشاركين بالمهرجان، ولو ما بدنا توصاي اكيد انت الحصه الاكبر، بس مدام الله يرضى عليك لا تنسينا من الصور. على عيني على عيني. الله معك الله معك الله معك. مع السلامه. يعني ما بتزبط يسفروني انا غطي المهرجان؟ لازم غطيه وانا قاعد هون ورا اللابتوب وعلى الانترنت. بدها تفرش الا ما يجي يوم وتزبط. رولا رولا لك رولا، شوفي ايه ما اغلظني، فيقتك من النوم؟ لا حبيبتي، بس انا ما نمت ولا اجيت من الشغل، نعسانه شوي بس بكل الاحوال غليظه يعني. ها شفتي كيف سارة نفسية؟ اصلا انا لو ما بجي لعندك ما حدا بيعبرك وبيطمن عليكي. انا اللي فايقة الصبح وكنت بدي ورجيكي البوم الصور تبع شهر عسلي اللي بفرنسا. تشربي شيء؟ ما في داعي، تعي شوفي. وين الصورة؟ ليكا شوفي، هي بالشانزليزي رولا، وهي بفرنسا. شوفي شلون؟ هي صورتك بفرنسا. ايه ابني جنبه متصورة جنبه. ليكي وهي هي كنا رولا. لك رولا لك حزيري، شو خليني اعمل فنجان القهوه وخليني صحصح لو بشوفهم على رواق. أيه؟ يلا يلا امي ورجيكي شغلات عمرك انت ما بتشوفيها. يلا انت رحت على فرنسا؟ انا يا الله لك الله يلقك يا ام وسيم، ما عاد خليتيني اعرف نام، كله من صوري. شو بدي اعمل؟ احسن شيء احكي مع ريما. الو هاي ريما، كيفك؟ شو عم تساوي؟ والله وانا كمان كثير ضايق خلقي. طب ليكي خلينا نلتقى لكان نعدلنا بشي مطرح نتسلى.